أكد دكتور يحيى الشاذلي المنسق العام لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انتهاء المبادرة من فحص المواطن رقم مليون في مبادرة الرئيس. يذكر أن المبادرة بدأت يوم 13 من فبراير الماضي وتستهدف الاكتشاف المبكر للمرض لدى ما يقرب من 45 مليون مواطن بهدف القضاء على فيروس سي بمصر بحلول عام 2022.